حزلقوم. أمر يا فندم. عايز تقول حاجة؟ حضرتك يعني لو ينفع يعني المحكمة تديني بس ساعة ونص. معاك دقيقة. أصلاً؟ بارك الله في المرزق. أنا بصراحة مش هقاوح. غلط؟ آه غلط. غلط. بس والله كانت نيتي جميلة. أنا كنت عايز أخد حاجة بتاعتي أصلاً. فبص أنا هشرح لحضرتك. حضرتك عندك عيال؟ أيوه عندي اتنين. ما شاء الله. اسمهم إيه؟ إسماعيل ومصطفى. ما شاء الله. طيب لو مثلا مصطفى خد لعبة من إبراهيم. إبراهيم مين؟ أنا ما عنديش إبراهيم. لا مؤاخذة، لو مصطفى خد لعبة إسماعيل وبعد كده إيه خدها بالعافية، مش إسماعيل هيروح يضربه وياخدها منه؟ مش حقه؟ لا ما بيحصلش كده. بيجي لي يشتكي لي وأنا هجيب له حقه. طب دلوقتي لو هو مثلا كان بيشرب شوربة البروكلي وقام راح دلق في حجر إيه؟ بقول لك إيه؟ خلينا في موضوع القضية. طب حضرتك انا من الاخر كده دي حاجه حقي بتاعتي، فانا اخدت الحاجه بتاعتي اللي هي اتاخدت مني. مش ده حقي برضك؟ مش ده العدل برضه يا سياده القاضي؟ مش ده برضه العدل يا سيدي القاضي؟ يا سلام. تاني عاوز اطلع بطاقه. بس يا حبيبتي هدوء، اللي هيتكلم هحبسه. اتكلم براحتك يا عمي، انت جديه ولا جديه محبوس؟ بس يا بابا حكمت المحكمة حضورياً. دقيقة واحدة يا حضرة القاضي. أنا مش قلت اللي هيتكلم أحبسه؟ والله ما سمعت الحتة دي، أنا كنت برا. لا مؤاخذة. أنت مين؟ أنا الكبير، أخو حزن القوم الكبير. وعايز إيه؟ حضرتك أنا عندي مستند، إن شاء الله هيقلب القضية دي عليها وطيها. بس يعني أنا بستأذن حضرتك، يعني لو المحكمة تديني بس ساعة إلا ربع أحكي. ساعة إلا ربع؟ إيه العيلة دي؟ معاك دقيقتين. يا بختك يا عم حظوظ، أنا إداني دقيقة. دقيقتين؟ حضرتك عندك عيال؟ أنتوا عايزين إيه من عيالي؟ أنا قصدي يعني أعتبره واحد منهم يعني. حضرتك هتفهمني زين لما تشوف المستند. طب مش تقول يا حزلقوم. ما حضرتك اديتني دقيقة واحدة، أقول إيه؟ إنك معاك شهادة معاملة أطفال. الله، يعني أنا بقيت كيوت رسمي؟ إيه 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 الحلاوة دي؟ عمال الشهادة الكبيرة. عقبال خالتك. يغيتي. شششش. حكمت المحكمة حضورياً بإسقاط جميع التهم نظراً لمراعاة حالته العقلية. بس يا ابني. ممكن اطلع بطاقة؟ بس يا حبيبتي. والحبس لمدة شهر نظراً لتفاهة عملية السرقة والسفه في شراء غطاء كازوزة بهذا المبلغ الكبير. رفعت الجلسة.